مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجنا أعلام الإسلام. وما زلنا نتناول هذا النمط الجليل من أنماط أعلام الإسلام، وهو النمط المعني بالحكم والريادة والقيادة والقضاء والوزارة، أولئك الذين سجل التاريخ أسماءهم بحروف من النور على صفحات من الذهب، أولئك الذين يعتز بهم كل قائد في دولة الإسلام، سواء كان قائد حرب أو كان من علماء أو من قادة القضاء والعدل أو كان من الوزراء أو غير ذلك من الأمور التي تعنى بها الأمة الإسلامية. فتكلمنا عن عدد منهم، سيدنا عمر بن عبد العزيز، سريح القاضي، تكلمنا عن معاوية بن إياس أو إياس بن معاوية المزني، تكلمنا كذلك عن رجاء بن حيوة. اليوم سنتكلم إن شاء الله تعالى عن عالم ربما لم يتناوله أحد بالكلام التفصيلي على مسامع الناس في البرامج التلفزيونية، وذلك لأنه رجل وإن كانت له مآثر طيبة لكن قدر الله سبحانه وتعالى له أمور عجيبة. هذا القائد الذي نسمع عنه جميعا لكن كثير منا لا يعرف عنه تفاصيل، هو سيدنا النجاشي. سيدنا النجاشي، طبعا النجاشي كلنا سمعنا به وعارفين قصة النجاشي، الرجل الطيب الصالح اللي هو كان ملك الحبشة. النجاشي اصلا ما اسموش النجاشي، يعني النجاشي ده لقب بيلقب به كل من يملك الحبشة يقال له النجاشي، زي القيصر كل من يملك الروم، زي كسرى كل من يملك الفرس، فده لقب يعني للسلطان في ديار معينة او في بلاد معينة، لكن هو اسمه الحقيقي أصحمة ابن أبجر. وأصحمة ابن أبجر النجاشي قصته من البداية في الحقيقة كلها مأساة، يعني شاب صغير أو ولد صغير وأبوه كان ملك، وابتلي برعية سوء ووزراء سوء. أبوه كان ملك بيحكم الحبشة، وكان راجل أيضا راجل يعني عادل في حكمه، لكن قومه ورعيته وزراءه اغتالوا قتلوا. قتلوا ليه؟ لانه ما كانش عنده غير ولد واحد بس اللي هو أصحمة النجاشي، فقالوا ان ملكنا هذا لم يترك الا ولدا واحدا، وهذا سيحدث بينه وبين اخيه الذي عنده 12 ولدا مشاكل كثيرة بعد موته، ونحن لا نريد لبلادنا المشاكل ولا نريد الحروب ولا القتال. طب هتعملوا ايه؟ قالوا نحن سنقتل ملكنا. شوف الفكر العجيب، يعني علشان الراجل ما عندوش الا ولد واحد بس عايزين تقتلوه لصالح اخيه اللي عنده 12 ولد، فكر عجيب في الحقيقة، لكن هو ده اللي حصل، التاريخ بيذكر الكلام ده. فقاموا وقتلوا الملك اللي هو مين؟ ابو أصحمة النجاشي. قتلوا، وطبعا ابنه اللي هو الأصحمة ضموه إلى رعاية عمه اللي هو الملك الذي صار ملكا بعد أن قتلوا أخاه. إنما الولد اللي هو اسمه أصحمة اللي أصبح بعد كده النجاشي عليه مخايل الذكاء، ولد عجيب فيه قوة فيه نشاط فيه همة، غلب كل الأولاد الـ12 بتوع ولاد عمه، غلبهم كلهم سبحان الله. فطبعا وزراء السوء والحاشية الفاسدة بتاعت الملك قالت له ايه؟ الولد ده عمال بيزداد نبوغ وتقدم وعنده همة وعنده قوة وعنده نشاط ومحبوب عند الناس، محدش من ولادك هيكون خليفة من بعدك بسبب الولد ده. قال طب وبعدين؟ قالوا احنا نرى ان نقتله ونريحك منه. قال لهم هو كمان، هو كمان عايزين تقتلوه، مش كفاية انتم خلتوني قتلت اخويا قتلت ابوه، الان تريدون ان اقتله هو؟ والله انتم حاشية سوء وانتم وزراء سوء.
قالوا خلاص مش عايز تقتله انت حر، احنا ممكن عندنا اقتراح اخر. قالوا اما هو الاقتراح؟ قالوا اخرجه من هذه الديار، اطرده من البلد كلها ومشيه وديه مكان تاني. الراجل قال طب ما عملش حاجة، انما هم ضغطوا عليه وهم كانوا قوة وكانوا كثرة وهو كان ضعيف. وفعلا مع الأسف أخرج أصحمة النجاشي من الديار وطرده منها، وفضل مدة طويلة طريد مبتعدا عن أهله ومبتعدا عن دياره. لكن سبحان الله بعدها بمدة حصل في البلاد عواصف ورعد وبرق، يعني التغيرات جوية حادة. قالوا إن في صاعقة نزلت على الملك ده وقتلته، اللي هو عم النجاشي اللي هو قتل أبوه. طبعا بعد ما قتل هذا الملك عايزين يعينوا واحد أو يختار واحد من أولاده يكون ملك بعد أبيهم، مش عارفين، كل الأولاد فاسدين، مفهومش واحد عنده طاقة ولا عنده قوة ولا عنده ملك ولا عنده شكيمة. حتى حصل في البلد يعني اختلاف كثير، وحتى لم تستقر البلاد والناس ضجت بما يحصل فيها، وقالوا ما فيش حل غير ان احنا نروح نرجع أصحمة ابن أبجر مرة ثانية حتى يكون هو النجاشي علينا وهو الملك الذي يملك أمرنا. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى نصر النجاشي أصحمة ابن أبجر وأعاده إلى دياره. ماذا حصل بعد أن عاد إلى الديار وأصبح ملكا، وكيف تعامل بعد ذلك مع المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، وكيف دخل في الإسلام إن شاء الله بعد فترة.